السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اخواني في الله، حسن الخلق ثقيل في الميزان يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. إياك أن تكون من أصحاب الأخلاق السيئة، فإنها ليست من صفات المسلمين بل هو من صفات المنافقين. بارك الله فيك.